أخبار العراق اليوم السبت 12/3/2022. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. 5 نقاط تتعلق بمنحة 100,000 دينار للعوائل العراقية. حدد عضو مجلس النواب أحمد الربيعي 5 نقاط تتعلق بمنحة 100,000 دينار للعوائل العراقية. أولاً، لا بد أن تكون المنحة مستمرة ولو بمبالغ بسيطة ليستشعر جميع المواطنين بشراكتهم الحقيقية بالنفط والثروات الطبيعية في البلد. ثانياً، ينبغي أن تكون هذه المنحة شاملة للموظف دائم أو عقد أو أجر يومي والمتقاعد الذي راتبه أقل من 1,000,000 على حد سواء، وليس من المنطق ولا مقبول أن تشمل المتقاعد الذي راتبه أقل من 1,000,000 وتقتصر على الموظف الذي راتبه أقل من 500,000 دينار. ثالثا، إن من الإنصاف أن تشمل هذه المنحة المتطوعين من المحاضرين والإداريين الذين كانوا وما زالوا يقدمون خدماتهم في المؤسسات التربوية. رابعا، هنالك أمر مستغرب وهو حالة وجود موظفين دائم أو عقد أو أجر يومي لغاية الآن بهكذا رواتب متدنية مع صعوبة العيش وغلاء الأسعار غير المسيطر عليها وكارثة رفع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية. خامساً، نستغرب من تعذر الحكومة لحد الآن عن وجود قاعدة بيانات خاصة بالفقراء ومعدومي الدخل من الشرائح التي لا تتقاضى راتب والذين أشارت الحكومة عن تعذر الوصول إليهم وبالتالي سيحرمون من هذه المنحة البسيطة. اتصال من المالك للصدر بعد اجتماع الإطار التنسيقي. كشف مصدر مطلع تفاصيل اتصال زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال المصدر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي اتصل بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد اجتماع الإطار وثمن مبادرة الصدر ورحب بها، موضحا أن المالكي أبلغ الصدر أن أول خطوة هي إعلان تشكيل الكتلة الأكبر بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقية. وأضاف أن المالكي أبلغ الصدر قرار الإطار التنسيقي أنه منفتح على مبادرة الصدر وسوف يناقش كل الخطوات والأسماء. وأوضح كما أبلغ المالك الصدر بمناقشة ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء بعد الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية. بعد ارتفاع الأسعار، مواطنون يطالبون باستمرار توزيع السلة الغذائية شهرياً. كل زين؟ نعم. يعني الحمد لله اكو يعني موجود المعجون، الدهن، نعم، الحمص، الشكر، نعم، حتى الطحين الصفر، الطحين هذا بالنسبة لدرجة أولى. درجة أولى. كل زين. الحقيقة هناك مشروع السلة الغذائية اللي أطلقتها وزارة التجارة مطلع يعني تموز الماضي، يعني ترحيب واسع كبير من قبل شرائح مجتمعية للمواطنين، في حين يعني أشاد النواب والصين بخطوات وزارة التجارة حقيقة والحكومة بعد إطلاق السلة الغذائية. حقيقة الاتفاق رسميا على ترشيح جعفر محمد باقر الصدر لرئاسة الوزراء. أكد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أن التقارب الجديد بين الإطار والتيار هو خطوة إيجابية في الإسراع بتشكيل حكومة قوية. وقال الفتلاوي إن اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي يعتبر خطوة إيجابية في طريق تشكيل حكومة قوية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات بين الإطار والتيار لمناقشة تشكيل الحكومة والدخول بكتلة واحدة. وبشأن ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء، أكد الفتلاوي أن هذا الأمر لم يتم طرحه بشكل رسمي بين الإطار والتيار، كما أن الحديث عن هذا الأمر هو مجرد تسريبات، مبينا أن هنالك أسماء عدة تطرح بين التيار والإطار لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة. هل هو ضحك على الذقون فعلا؟
الحكومة تضع معرقلا مخزيا لصرف منحة 100,000 دينار للعراقيين. حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح بابين لصرف منحة 100,000 دينار، فيما توقع رقما لعدد المستفيدين من المنحة وكلفتها الإجمالية. وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية إنه لا يوجد رقم دقيق لأعداد المشمولين بمنحة 100,000 دينار، ولكن هنالك فرضية تقول إن أعدادهم ربما تبلغ 3 ملايين مستفيدة، وبالتالي فإن الكلفة لكل شهر ستكون بنحو 300 مليار دينار. وأضاف أن أمام المالية العامة احتمالين، إما أن يتم تدبير المبلغ من إجمالي تقدير الواردات العامة للسنة المالية 2022 ومناقلته من أبواب الصرف 1/12، إذ أن التوزيع لا يحتاج إلى إصدار قانون خاص بالمصروفات المذكورة إذا ما كان قانون الإدارة المالية النافذ يسمح بذلك، وتابع: وبخلافه فإن استخدام المصروفات الإضافية آنفا من الفائضات المقدرة للسنة المالية الحالية ومن ثم الصرف خارج الحدود المسموح فيها بقانون الإدارة المالية النافذ، لافتا إلى أن التخصيصات المعدة للصرف وبمبلغ 100,000 دينار لكل مستفيد وعدد الأشهر التي تصرف بها ستكون بحاجة إلى تشريع ملزم يصدر من مجلس النواب، لكون الأموال ستخصص من خارج النسبة 1/12 المحددة بقانون الإدارة المالية النافذة. اتفاق نهائي على تولي جعفر محمد باقر الصادر رئاسة الحكومة. كشف مصدر مطلع عن رئيس الوزراء المقبل بموافقة الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وقال المصدر إنه تم الاتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على محمد جعفر محمد باقر الصدر كرئيس للوزراء. هذا وكشف مصدر مطلع تفاصيل اتصال زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال المصدر إن زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي اتصل بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد اجتماع الإطار وثمن مبادرة الصدر ورحب بها، موضحا أن المالكي أبلغ الصدر أن أول خطوة هي إعلان تشكيل الكتلة الأكبر بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقية. وأضاف أن المالكي أبلغ الصدر قرار الإطار التنسيقي أنه منفتح على مبادرة الصدر وسوف يناقش كل الخطوات والأسماء. التربية توضح حول دوام المدارس لما تبقى من العام الحالي. أصدرت وزارة التربية توضيحا حول دوام المدارس لما تبقى من العام الحالي، وذكرت الوزارة أنه لا يوجد تغيير في دوام المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.